وهناخد اول حاجه اسمها acute tubular necrosis او الاختصار بتاعها كله كابيتال ATN acute tubular necrosis. لما اجي اعمل ديفينيشن للاكيوت تيبولار نيكروزس، يا اما عندي مورفولوجيكالي يا اما عندي كلينيكالي. مورفولوجيكالي يعني بالشكل كده من اسمه نيكروزس للتيبولار ابسيليال سيلز او ديستراكشن للتيبولار ابسيليال سيلز، او كلينيكالي يعني اكيوت سبريشن للرينال فانكشن وبالتالي اهم اسباب الاكيوت رينال فيلير. يبقى الديفينيشن بتاعه مورفولوجيكالي ديستراكشن للتيبولار ابسيليال سيلز، او كلينيكالي العين هيجيلك اكيوت رينال فيلير مانيفيستاشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتوره نجلاء حامد. النهارده ان شاء الله هنشرح تيبولار وانترستيشال ديزيز اوف ذا كيدني. طب ايه انواع الاكيوت تيبولار نيكروز او ايه اسبابه؟ عندي ثلاث انواع ليه. اول حاجه اللي هو الاسكيميك اكيوت تيبولار نيكروز، ومن اسمه كده اسكيميا يعني لازم يكون في ديكريز في البلاد سبلاي اللي رايح للكيدني. واهم اسبابه الحالات اللي فيها شوك. تاني حاجة اللي هو النيفروتوكسيك أكيوت تيبولار نيكروزس، وده كان أهم أسبابه من اسمه النيفروتوكسيك يعني العيان بياخد حاجة بتعمله توكسيستي للكيدني، يا إما بياخد دراجز ماشي عليها فور لونج تايم زي الجنتامايسين ده نوع من الأنتيبيوتكس، أو الناس اللي بيعملوا أشعة بالصبغ كتير اللي هي راديوجرافيك كونتراست ايجنت، الصبغة دي ممكن تدخلهم في أكيوت تيبولار نيكروزس. أو البويزنج إن واحد حصل له تسمم بالهيفي ميتالز أو الميركوري اللي هو الزئبق اللي في الأجهزة بتاعة الضغط أو في الترمومتر، ده لو اتكسر أو وقع ممكن لو العيان شمه يحصل له أكيوت تيبولار نيكروزس. والسبب التالت اللي هو البيجمنتد أو الكومبايند بيبقى اسكيميك على النيفروتوكسيك، وده بيحصل في حالات الميس ماتشد بلاد ترانسفيوجن، الناس اللي هما بياخدوا انكومباتبل بلاد ترانسفيوجنز، يكون فصيلة وياخد فصيلة تانية فبيحصل له هيموليتيك كرايسيس وبيقل البلاط وبيحصل له هيموجلوبينوريا وبينزل هيموجلوبين في قلب اليورين، عشان كده انا سميته بيجمنتد. يبقى الطيب اكيوت تيبولار نيكروزس ثلاثة، اسكيميك طيب، بيجمنتد طيب، او النيفروتوكسيك طيب. ايه بقى الباثوجينيسيس، ايه اللي بيحصل؟ سواء كانت عندي اسكيميا او سواء كان عندي نيفروتوكسينز، الاسكيميا هتطلع لك الرينين، هتحفز الرينين انجيوتنسين سيستم وهيعمل لك فازو كونستريكشنز البلاد فيزلز اللي داخله الكيدني الافرنت ارتريولز، فبدورها هتقلل الجلوموريال فلتريشن ريت اللي نازل عن الكيدني. طيب تاني حاجه، انا دلوقتي عملت اسكيميا فالبلاد سبلاي اللي رايح للتيبيولز هيقل فيحصل لي التيبولار دامج، بالذات في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز او الاسيندنج لوب بيحصل تيبيولار دامج. لما التيبيولز هيحصل لها دامج كانت وظيفتها الاساسيه انها تعمل ري ابزوربشن، ما فيش ري ابزوربشن وهتتكسر الابسيليال سيس بقى، هتتكسر فهتسد اليومن بتاعها وهتعمل كاست. كاستس يعني كوليكشن كده من الابسيليال سيلز او الجرانولار كاست بتقفل التيبيولز اليومن. لما قفلنا التيبيولز اليومن زودنا البريشر جوه التيبيول، فاحنا زودنا الانترا تيبيولار بريشر، يبقى دي الخطوه الثانيه. يبقى اول خطوه عندنا عملنا كونستريكشن اللي عمل التيبولار دامج، بعد كده اتكسرت فسدت التيبولار ليومن فزودنا الانترا تيبولار بريشر، دي تاني خطوه. لما عملت زودت الانترا تيبولار بريشر التيبولز نفسها رجع الفلويد تاني للانترستيشن، عملنا التيبولار باك ليك رجعنا الفلويد تاني، فدي تالت خطوه اسمها التيبولار باك ليك. بعد كده من كتر الفلويد اللي كان موجود في قلب التيبولز حصل لها ربشر وخرج الفلويد دوت وخرجت الكاست ديت لقلب الانترستيشن تيشو فعملت انترستيشال انفلاميشن. فالمحصله عندي ايه دلوقتي؟ جلوميرولار فلتريشن ريت قليل واوليجوريا. ادي الاوبسجنس مكتوبه هي هايبوكسيا اند توكسينز، بعد كده عملنا سلافنج ونكروز للابسيليال سيلز، بعد كده عملنا اوبستراكشن وزودنا الانتراليومنال بريشر، قللنا الجلوميرولار فلتريشن، التيبولار انجري والانكريزد انتراليومنال بريشر دوت عملنا فلويد باك ليكج من اليومن للانترستيشن، رجعنا تاني لان السكه مسدوده ما لقاش حاجه ينزل منها. ايه شكله؟ هنعتمد عندي اربع حاجات. حاجه بتحصل في التيبيولز، اهم حاجه في التيبيولز تقول لي السايد بتاعها ايه. السايد بتاعها على حسب ده اسكيميك ولا بيجمنتد. لو هو اسكيميك طيب انا عندي دلوقتي البلود هيمشي عادي من الافرنت ارتيريوز هيخش جوه الجلوميرولاي بتاعتنا والمفروض يخش على التيبيولز. انا عندي التيبيولز في منها بروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز وبتنزل لللوب اوف هينل وكده بتكمل لك ديستال كونفوليوتد تيبيولز. لو انا عندي حنفيه والميه اللي فيها قليله، اكتر حاجه هتتاثر بنقص الميه ديت هي الحته اللي ورا اللي هي الديستال كونفوليوتد تيبيولز، لان مهما
كان انا مشيت المية حاجة بسيطة او الدم حاجة بسيطة، فالبروكسيمال لسه رايح لها شوية بلط، عبال ما يجي يوصل للديستال هيكون مفيش خالص. فالاسكيميك طيب اكتر حتة بتتأثر فيه هي الديستال كونفوليوتد تيبيولز، وبيكون كمان سكيب ارياز بتبقى حتة باتشي، مش كل الديستال مش كلها حتة كده كونتينيوس انجرد ورا بعضها، لا بتبقى حتة باتشي. لكن في التوكسين، هو التوكسين خدها اول حتة بتعدي عليها بعد الجلوميرولاي هي التيبيولز، فاول حتة بتتأثر فيها هي البروكسيمال تيبيولز، ويكون الليجن شكله ديفيوز. مهمة جدا عشان خاطر الام سي كيو، يبقى المورفولوجي بتاعنا اول حاجة كسايت الاسكيميك تبقى باتشي او سكيب ارياز، التوكسيك بيبقى ديفيوز. تاني حاجة الاسكيميك بيكون في البروكس في الديستال كونفوليوتد تيبيولز، وايل التوكسيك بيبقى في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز. ادي شكل الجراف ده، هوت بيبان لي هنا ان الاسكيميك تايب اكتر حته بتتاثر فيها، احنا بنتكلم على الحتت اللي هي فيها احمر النيكروزس. في الاسكيميك تايبس انا عندي اكتر حتت باينه فيها اللي هي ايه، زي ما احنا شايفين الديستال كونفوليوتد تيبيولز، وبتبقى حتت باتشي. لكن لو جينا دلوقتي على الحتت التانية في التوكسيك تايب، انا عندي حته حمراء هي من بعد الجلوميرولاي كلها على بعضها نيكروزد. تاني حاجه، انا لما كسرت او عملت دامج الابيسيلز ديت حوشت كاستس في قلب التبيولز، تبقى اكتر في الديستال كوليتنج تبيولز. الكاست ديت اما تكون هايلاين كاست او بيجمنتد كاست او جرانولار كاست او ابيسيل كاست، على حسب. وفي السهم مشور اهوت على ان في كاست حمراء خالص ساده قلب التبيولز اللي هي في الديستال تبيولز. تالت حاجه انترست، عشان اقول دلوقتي ان الفلويد بيحصل له باك ليكج للانترستيشن فبيعمل انفلاميشن، فلاقي كل الانترستيشن مليان اديما ومليان انفلاماتوري سيلز. طب الاديما دي جت منين؟ ما هو في فلويد رجع اصلا، فالفلويد موجود فعمل اديما واوريدي عملنا انفلاماتوري رياكشن عشان خاطر الحاجات اللي راجعه في الانترستيشن، فعمل لي انفلاماتوري سيلز موجوده. رابع حاجه، لو اخدنا بالنا ان شكل التبيولز اللي هنا بدايه تعمل ريجينريشن اللي هي بدايه الريكفري ستيج، يبقى انا عندي كمورفولوجي اول حاجه بعرف انهي حته افكتد، تاني حاجه بيحصل فيها كاست بتقفلها، تالت حاجه الانترستيشن بيحصل اديما ويحصل فيها انفلاماتوري سيلز، رابع حاجه بيحصل تبيولار ريجينريشن. كلينيكالي بقى العين هيجي لي ايه؟ العين ده هيجي لي بثلاثه فيزز. اول فيز منهم اللي هي الانيشيتنج فيز، بتبقى في اول 36 ساعه اللي هي كلها عباره عن جلوميرولار فلتريشن ريت قليل، يعني اليورين اوتبوت بتاعه قليل، وطبعا ما فيش ري ابزوربشن وما فيش وفي الفلويد بيرجع، فبزود الوست وليست برودكت او بزود اليوريا والكراتينين، فبزود حاجه اسمها بلاد يوريا نيتروجين اللي هي الويست برودكت. تاني حاجه مينتنس فيز بعدها بشويه، انا عماله بقلل اكتر في الجلومير فلتريشن ريت، وعماله دخلت العيان في اوليجوريا زهره بيجيب من 40 ل 400 مللي بير دي. بعد كده التبيولز بيبتدي يحصل لها ريكفري، بيحصل لها ريجينريشن، لكن بتبقى سيمبل ابسيليم، مش سبيشاليزد ابسيليم بتاع التبيولز، يعني لسه مش عارف يعمل ري ابزوربشن كويس، فبادية تعمل ري ابزوربشن بس مش كتير، لكن لسه الفلويد بينزل كتير وكمان بينزل معاه صوديوم كتير، فبيبقى عندنا حاجه اسمها بوليوريا، زودت اليورين فوليوم لان مش عارفه اعمل ري ابزوربشن كويس لسه، وفي نفس الوقت برده مش عارفه اعمل ري ابزوربشن للبوتاسيوم فقليل، ورينا الفانكشن برده لسه عاليه لان لسه ما عملتش فول ري ابزوربتيف فانكشن. يبقى عند العيان ده كلينيكال بيجي بثلاثه فيز، انيشيتنج فيز باديه في الاوليجوريا وفيها انكريز البلاد يوريا نيتروجين هو البي يو ان، بعد كده مينتيننس فيز، ده انا عندي هيقعد شويه اوليجوريك العيان، بعد كده ريكفري فيز هيبتدي يبقى عنده بوليوريا وهايبوكاليميا وبرده عنده رينال فانكشن بتاعته لسه عالي. كده احنا خلصنا الاكيوت تيبولار نيكروز، هنبدا بقى في حاجه اسمها تيبولار تيبيولو انترستيشن نيفراي. يعني ايه تيبيولو انترستيشن؟ اسمها كده انفلاميشن، ده موست كومن انفلاماتوري ديزيز اوف ذا كيدني affecting the interstitium with tubules و renal pelvis. له نوعين acute و chronic. الacute هقسمه اتنين، سبيرتيف اند نان سبيرتيف، وهسمي السبيرتيف بايلونفرايتس. يبقى البايلونفرايتس ده ايه؟ اكيوت سبيرتيف انفلاميشن بيحصل في الرينال بيلفس ومعاها التبيولز ومعاها الانترستيشن، او كرونيك، والكرونيك هقسمه سبيسيفيك ونان سبيسيفيك. اهم حاجه عندنا ناخدها هي البايلونفرايتس.
ممكن كمان تعملها الاستاف، وممكن كمان تعملها السودومونس، ممكن فانجاي، ممكن فيروس، لكن اهم حاجه فيها اللي هي بتبقى بكتيريال، واكتر بكتيريا مشهوره قوي اللي اسمها الايكولاي. طب انا دلوقتي ادخل البكتيريا دي ازاي جوه الرينال بلفيس، او اخليها تعمل تبلو انترستيشال نفرايتس ازاي؟ قال لك عن طريق حاجتين، يا اما الانفكشن اوريدي جاي لها من البلود، ودي بسميها ميتوجينس انفكشن، عنده سيبتك فوكس في اي حته، عنده تونسيلايتس، عنده اي حاجه، فتبقى في بكتيريا في البلد، فتروح من ضمن الحته اللي بتروح لها، بتروح لها الكدني. تاني حاجه الاسندنج، ان الرينال بلفس يحصل له اسندنج انفكشن، وده بيكون من البلادر، من اليورينال بلادر، هتطلع الميكروب بدل ما ينزل هيطلع فوق الرينال بلفس. طب ايه اللي ممكن يخلي الميكروب يفضل؟ المفروض ان اليورين اصلا ماشي من رينال بلفس ونازل في اليوريتر ونازل في البلادر، فما فيش ميكروب هيقف اصلا، لان السكه كده كده ماشيه ونازله. امتى الميكروب يفضل موجود؟ لو انا قفلت الحته دي، يبقى ما فيش بايرونفريتس هتحصل فعيان، غير لما يبقى عنده حاجه اسمها بري ديسبوزال، اللي هي ايه اهم سبب فيهم، ان انا عامل يورينري تراكت او اوبستراكشن، اقفل له بقى الحته بتاعه التراكت ديت، بقى اقفل له اليوريتر بستون، اقفل له البلادر بستون، المهم ان انا حوشت له اليورين، فحوشت له معاه الاورجانيزم. تاني حاجه، لو راجل العيان ده فيه حاجه اسمها فازايكو يوريتريك ريفلكس، نورمالي اصلا بيكون في فالف بعد ما اليورين بينزل من اليوريتر للبلادر، عند الجنكشن ما بين دخول اليوريتر في قلب البلادر، فيها في فالف بيقفل، ما بيخليش اليورين يرجع تاني. لو انا عندي مشكله في الفالف دوت، او انكومبتنت، او لسه بيرجع تاني شويه يورين، فبسميها فازايكو يوريتريك ريفلكس، فكده كده هيرجع تاني الاورجزم فيخليه موجود. تالت حاجه الانسترومنتيشن، اللي هي الكاسيتر، الناس اللي عندهم ريتينشن وعلى طول بيخشوا وبيروحوا الاستقبال في المستشفيات علشان خاطر يركبوا لهم قسطره. القسطره دي اصلا المفروض بتتركب في حته معقمه، وبيبقى اللي بيركبه اصلا معقم، لكن دي بتركب في الاستقبال وممكن تقع على الارض والدكتور يشيلها يحطها تاني في العيان، فدي سبب مهم جدا للانفكشن، يدخله القسطره عشان يريليف الريتينشن، يجيب له انفكشن. تالت حاجه ان الفيميلز اكتر من الميلز، عشان الفيميلز عندهم وايد شورت يوريثرا، فسهل ان الاورجانيزم يعمل لها بيلونيفايتس. رابع حاجه دايابيتس، او خامس حاجه دايابيتس ميليتس، العيان اللي دايابيتك ده اصلا بتبقى الميه بتاعته قليله، سهل ان الاورجانيزم يعمل له ياثر فيه. تاني حاجه الشجري ميديا اصلا بتبقى ميديا حلوه، لان الانفكشن تفضل موجوده او تزيد، ومعها كمان الميونو سابريشن او الميونو ديفيشنسي. يبقى ما فيش عيان هيحصل له اسندنج انفكشن غير لما يكون بريدسبوز. يبقى لما اقول لك قول لي اسباب البيلونيفايتس، تقول لي الكوزد في اورجانيزم، الروت والبري ديسبوزنج فاكتورز مهمه جدا. ايه انواع البيلونيفرايتس؟ انا عندي لها حاجتين، يا اما اكيوت بيلونيفرايتس او كرونيك بيلونيفرايتس. من اسمها كده اكيوت بيلونيفرايتس، يعني انا عملت ايه؟ اكيوت سيفيرتي اوف انفلاميشن للكدني، وقلنا اسبابها البكتيريا الاكتر حاجه والفيروس. طب الكرونيك، من اسمها كده كرونيك تبيولو انترستيشال انفلاميشن، دي ما فيهاش بقى سابيوريشن دلوقتي، ومش اكيوت، دي كرونيك تبيولو انترستيشال انفلاميشن، وكمان معاها كرونيك يعني معاها فايبروزس او سكارينج موجود في رينال بلفيس او الكاليسيس. انواعها ايه؟ زي ما قلنا الاكيوت بيلونيفرايتس، يا اما هيماتوجينوس، يا اما اسيندنج. طب الكرونيك، يا اما عند عيان مخفش اسمه كرونيك اوبستراكتيف بيلونيفرايتس، او حاجه اسمها ريفلكس نيفروباسي. شكل الجروس بتاعهم، ادي شكل الاكيوت، بتبقى عندي فيه سابيوريشن يعني فيه باص كتير، يعني المفروض الكدني نفسها بتبقى لارج شويه. ولو احنا واخدين بالنا شكل يبقى احنا قلنا دلوقتي لو خدنا شكل الجروس من بره كده اشوف شكل الاكيوت، بتبقى الكدني نفسها بتبقى لارجد وسولن، انا حوشت فيها بس فكبرتها وخليتها كانها منفوخه، والسيرفس بتاعنا نفسه بيبقى سموث سيرفس اهوت، مفيش فيه اي حاجه، سموث سيرفس، والكبسوله بتاعته بتبقى ستريبت ايزل ستريبت، بتبقى تنس وايزل ستريبت. ولو اخدت بالنا كمان عليها كده حاجات بيضه ديت اسمها كورتيكال ابسس، كورتيكال ابسس بلا كده عليها ايه دوائر صغيره كده من الايه من النقر البيضه او المسفره شويه ديت اللي هي الكورتيكال ابسس. طيب الصوره الثانيه دي الكرونيك، تبقى مليانه فيبروس ومليانه سكارنج، فحجمها بيقل فبسميها كونتراكتد كيدني. تاني حاجه بيكون عليها، لو اخدنا مشينا على السيرفيس بتاعها الاقي فيه ديبريشنز، الديبريشنز ديت من شده الفيبروزس والسكارنج اللي موجود. تالت حاجه الكبسوله، لما انا شديتها شديت معاها الكبسوله، فالكبسوله بتاعتها بتبقى ادهرنت.
بعد كده لما فتحتها وخدت فيها كاستكشن انا مش عارف دلوقتي الكورتكس من المضله اصلا كله شبه بعضه، ففي كورتيكو مضلر ديفرنشيشن مش موجود لان السكورنج والفايبروزس اللي حصل بوظ شكل الكيدني خالص. طب لو خدنا في الميكروسكوبك صوره الاكيوت مليانه انفلاماتوري سيلز، انا هعلق عليه اصلا في الميكروسكوبك، هعلق على اربع حاجات، جلوميرولاي في الاثنين نورمال ما جتش ناحيتها، انا بتكلم على ايه، على انترستيشال تيشو، بتكلم على بلوت فيزلز، وبتكلم على تيبيولز. الانترستيشال تيشو طبعا مليانه نيتروفيلز ومعاها كمان شويه اديمه ومعاها شويه ماكروفاج، يبقى في الاكيوت تيبولر او الاكيوت بايلونيفرايتس بتبقى الانترستيشال تيشو مليانه اديمه، دي اكيوت انفلاميشن بقى فيها قديمه وبقى فيها نيوتروفيلز ويكون فيها باص ويكون فيها شويه ماكروفاجز. طب البلوت فيزلز انا بقى كود انفلاميشن، لو اخذنا النمل ان في حتت اصلا فيها حاجات حمراء من الهيبروج اللي موجود لان البلوت فيزلز فيها دايلاتيشن وفيها كونجيشن. معاك التبيولز، في بعض التبيولز بادئه تحصل فيهم ديجنريشنز وانفلاميشن وكاستس موجوده. لكن في الكرونيك انا عندي دلوقتي السهم مشور هو اكتر حاجه على ال الارتيريوسكلروز اللي بيحصل في البلوت فيزلز، انا عندي دي كرونيك انفلاميشن يعني عندي فيها البلوت فيزلز بيحصل فيها حاجه اسمها ان ارترايتس اوبل ترانس، يعني البلوت فيزلز نفسها بتبقى سكليروزد واليومن بتاعها بيبقى ضيق. تاني حاجه لسه الانفلتريت اللي في الانتر، يبقى كده البلوت فيزلز بتاعتنا ان ارترايتس اوبل ترانس هناك كانت دايليتد كونجستد. الانترستيشال هناك كان فيه بوليمورف اكتر حاجه او نيوتروفيلز، هنا مليان ليفوسايت وبلازما سيلز وماكروفاج اللي هي الخلايا بتاعه الكرونيك انفلاميشن. التبيولز نفسها بقى في بعضها في اكيوت، في بعضها في اتروفي او بعضها في هايبرتروفي او دايلاتيشن، والشكل الحاجات الحمراء اللي هي موجوده ديت هتلاقي في تبيولز فيها كاستس حمراء كده كانك انت في الثايرويد، فبسميها حاجه اسمها ثايرودايزيشن، كان فيها شكل الكولويد. ديت التبيولز اللي بيحصل فيها اتروفي وبيبقى البلوت بيبقى اليومن بتاعها مليان كاست شبه الكولويد بتاع الثايرويد، بسميها ثايرودايزيشن. وكده كده في الجلوميرولاي الاثنين نورمال. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل في الاكيوت بيلونيفرايتس؟ اول حاجه ان ممكن يحصل لها ايه، تتحول لكرونيك تبقى كرونيك بيلونيفرايتس. تاني حاجه قال لك ان يحصل نيكروزس للبابيلي، البابيلي بتاعه البيراميد مجسه بيوريشن فهيحصلها فيعمل فيها بابيلاري نيكروزس. تالت حاجه ان الباص نفسه هيقفل مخرج احنا كده قفلنا السكه بتاعه الرينال بيلفيس وقفلنا السكه بتاعه التبيولز، فانا كده كان حوشت الباص جوه الكدني، فكان حولت الكدني كلها لباص لسيست كبيره مليانه باص، حاله بسميها بايونيفروزس، يبقى انا حوشت باص جوه الكدني بايونيفروزس، او ان انا الباص دوت يخرج ويعمل لي حاجه اسمها بري نيفريك ابسس، او ان العيان دوت يخش في اكيوت رينال فيلير. ما هو مفيش اصلا هيشتغل ازاي، هي كلها اتحولت لباص والدنيا كلها بقت ديستراكتد، او احنا قلنا ان هي تتحول لكرونيك بايونيفروزس. ايه الفيد بتاعنا؟ والله لو العيان ده خد انتي بايوتيك كويس هيحصل له هيلينج، لو ما خدش انتي بايوتيك والبريد بوزنج فاكتور لسه موجود وحصل له ريبيت اتاكس، انا كده ببوظ الكدني وبدخله في جلوميرول سكليروزس وبحولها لاند ستيج كدني او رينال فيلير. شكرا.